FM. الكلمة ليك. الثقافة مقداد السيري علاش توا؟ علاش اليوم؟ علاش اليوم قررتوا تترشحوا الانتخابات التشريعية؟ وينكم بعد الثورة؟ وين بعد ما تحلت البيبان الناس الكل معناتها وينكم؟ علاه فما انتخابات صارت قبل التشريعية؟ انتخابات تشريعية؟ لا لا التأسيس لا 23 أكتوبر 2011 كي تخذش مكحلة معناتها اليوم اليوم حبيتوا معناتها ترجعوا للساحة من جديد معناتها ما يزيش الثقافة مهمشة ونزيدوا نترشحوا في المؤقت لا يظهر لي يظهر لي ما ترشحتوش سامحني ما أنا مدام فاطمة معناتها وقتها فما حرية تعبير وقتها الناس كنت نجم تحكي جاوبتك تو أنت ما سمعتنيش قلت لك أنا ما نحبش الأماكن المؤقتة توا كي باش يولي المؤقت تصنع الدايم يا مقداد السهيلي نعم المؤقت تصنع الدايم لا أنا هذايا اختياري أنا حر في اختياري أنا نحب نكون في مجلس نواب الشعب وينكم قبل أنتم وقت اللي محتاجكم الشعب التونسي وين بعد الثورة وين وينكم باش تكون تنكدريو معناتها الشعب التونسي توجهوه تقولوا له برا يمشي برا يمشي انتخب فلان شوف برنامج فلان تنكدري خويا أريانا فيها 485700 ساكن يعيشوا في 482 كيلومتر مربع بمعدل كل مواطن في متر مربع معناتها ناس في الوقوف هذوما هذا ما عايشين هذا مش يتنفس الساعة عندي ايش تحكي انت على تنكدريو أريانا فيها قرابة 500 ألف ساكن وفيها 10 دور ثقافة يعني كل دور ثقافة فيها 50 ألف تيرا رادس معناها وكا تولي فهمتني بطحة متاع عليلش كي يقرب العيد الكبير ردوا بالك وقت اللي تهبط للإحصائيات وتهبط للمعاينات تحطها على الميدان التعيسة تحطها على الميدان وقتها تفهم مش معناها التهميش الثقافي اللي صار في تونس اللي هو أنا أعتقد ومش أعتقد أؤمن إيمان جازم اللي هو مقصود أوركستري منظم لأنهم دائما يخافون من الفنان يخافون من المثقف يخافون من الوعي الثقافي أنا يظهر لي في المجلس التأسيسي أنا ما نوافقكش أنه ما حبيتوش بفكرتكم ما حبيتوش تترشحوا بقدر ما هو أنتم كنتوا وقتها الفنانين مضروبين ويعانيوا من ما يسمى بالكتاب الأسود وكذا وأنا نأسف برشا كإنسانة محلة وكمواطنة معناتها قبل كل شيء وإعلامية نأسف أنه في المجلس التأسيسي لم يكن هناك فنان واحد سواء مغني حتى حاجة أو سينمائية فما سلمى بكار فقط أنا باش نقول مدام سلمى بكار فقط سلمى محترمتي ليها ومرأة نحبها ونعزها ونقدرها إيه شوية وحدها ملقات شوية وحدها وملقاتش كومو أبوردي معناتها خاطر غطاش معناتها ثقافة راهو أضخم دوسي الكلمة ليك